الناس برضو عايزين يعرفوا من حضرتك معيار اختيار الضيوف ومعيار اختيار المشايخ ومعيار اختيار القراء، يعني بيتم ازاي؟ نبدأ من النقطة الأخيرة، معيار اختيار القراء. هذا المعيار لابد أن يحكمه لجنة تنبثق من رئيس شبكة القرآن الكريم تحت رئاسة رئيس قطاع الإذاعة، بالإضافة في هذه اللجنة إلى مدير عام التخطيط الديني ومندوب رئيس الإدارة المركزية للتلفزيون للبرامج الدينية في التلفزيون، بالإضافة إلى متخصص في الأحكام وفي الحفظ ومتخصص أيضا في المقامات الموسيقية. كل هؤلاء في الموضوع كبير قوي. نعم نعم. لماذا؟ لأنه لابد أن تخرج التلاوة لا ينقصها شيء، لا في الأحكام ولا في المقامات الموسيقية ولا في معيار الأداء أيضا. معيار الأداء مهم جدا، حتى لو كانت الأحكام صحيحة وحتى لو كانت المقامات الموسيقية صحيحة، فلابد أن يكون الأداء متناسبا مع المعنى تماما. وبالتالي فاللجنة متعددة المشارب، متعددة الشخصيات والتخصصات، حتى نستطيع أن نصل بالتلاوة إلى أكمل وجه كما نزلت من رب العزة سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للتلاوة. وأيضا الابتهال لابد أن يشمله في هذه اللجنة أيضا لاختلاف الرؤى بين المقامات الموسيقية وبين المعنى المناسب، وبين إذا كان الابتهال من الشعر فلابد أن لا يكون مكسورا في الوزن، فلابد أن يكون هناك أيضا متخصص بعد الطبقات الموسيقية أو المقامات الموسيقية، يكون هناك متخصص في العروض حتى يعلم إذا كان هذا البيت مكسورا أم لا، لأنه إذا كان مكسورا ممكن أن يخل بالمعنى أو لا يخل بالمعنى. الضيوف التي في البرامج أيضا يخضعون إلى اختيار شديد جدا جدا، فلابد أن يكون هناك الكفاءات في كل تخصص، وهذا لا يتم أيضا إلا بناء على لجنة من اللجان تنعقد حتى تتخير أفضل العناصر الموجودة لهذه البرامج.